كل واحد فينا له مفتاح دخول، فينا واحد يتبسط من صحن فول، فينا واحد متعته لو قلت له افتح لي قلبك هسمعك فضفض وقول. علشان كده احنا النهارده طالعين احنا الاربعه نفضفض مع بعض شويه، لان هتشوفوا كده فقره يمكن تكون غريبه من نوعها، وربنا يستر عليا فيها لان انا الراجل الوحيد اللي فيها، ومش هكون فيها لوحدي طبعا بما ان الراجل الوحيد. فانا معايا ثلاث سيدات فاضلات بحبهم جدا الحقيقه، زملائي الاعزاء داليا وياسمين وياسمين. طلع مراد نفسي ليه كده؟ لا ده انا مبسوط. صباح الخير. صباح الفل. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. النهارده احنا يا جماعه هنتكلم عن شويه حاجات كده بسيطه ليها علاقه باسلوب الحياه اللي احنا بنعيشه. في حد مننا مثلا، مننا من اللي موجودين دلوقتي، بيبقى صاحي من النوم كله نشاط وحيويه، وفي حد متعود دايما اول ما بيصحى بيخانق دبان وشه وما بيبقاش طايق يسمع اي حاجه. في حاجات كتير واساليب كتير بنقابلها في حياتنا، وكل شخص بيبقى ليه اسلوبه الخاص بيه. علشان كده اول حاجه اكيد محتاجين نبتدي نتكلم عنها، كل واحد فينا اصلا اسلوب حياته عامل ازاي. اسلوب حياتك عامل ازاي يا داليا؟ صباح الخير الاول عليكم. انا اسلوب حياتي ان انا بحب اصحى اغني. حلو ده. محدش يضحك يا جماعه، انا بحب اصحى اغني يعني. طب قاعدينها جنبي ليه بدل بتصحي تغني؟ جنبي ليه؟ دي موضوع تاني خالص. دي ياسمين يعني دي ليها اوبشن معين. بالظبط كده. انا بصحى اغني اعمل ثلاث حاجات. اصلي ضحى واشرب قهوه واحط ميه العصافير. اول حاجه ترتيبات كده معينه ياسمين لازم اول ما اصحى لازم اعملها. لا انا بساعة، ما حدش يكلمني بعدها بساعة ان شاء الله. مش عارفه جايه ليه دي اصلا. طب احنا ممكن نجي لك بعد الحلقه. انه فوق نتكلم يعني. ممكن نسالها فعلا بعد الحلقه. بتقعد ساعه فوق يعني ياسمين من الناس اللي دمها خفيف. لا انا بصحى دايما على صوت ابني، انا جعان ماما اصحي انا جعان، بس بترحم منه النهارده لما باجي لكم بصراحه. بس ياسمين كده زمانها فائت، قولي لنا. ما لحقتش. لا لا والله انا مش عارفه انتوا ازاي اصلا. دي بتصحى تغني؟ انا بصحى اغني. ودي انا لو ابني قال لي ماما انا جعان ممكن ابيه من الشباك. روح روح شوف لك حته دلوقتي. انت الخسرانه. لا ليه؟ لا انا ساعه بقى نفوق كده ما حدش يكلمني خالص لغايه لما اهدى، لكن لما تكلمني انت كده بص انت اللي انت هتخسر حياتك. انت اللي جبته لنفسك. عارفين السرير بيبقى فيه تحت صحاره كده. انا اول ما بصحى بقى بقعد اطبل عليه. حلو زي كل اللي في الروقان. الروقان حلو، الروقان حلو على فكره. حلو جدا. بس احنا يمكن اكتر حاجه كمان مركزين عليها النهارده، وطبعا يعني مش عارف هيبقى فيه مداخلات ولا لا الحقيقه، لانه انا مش مطمن 3-1 حرام. فاكيد برضو اللي ممكن يتصلوا تبقى الرابعه والخامسه والسادسه، لانه هم دايما اللي بيبقوا صاحيين بدري كده. احنا يمكن اكتر حاجه كمان مركزين عليها النهارده في اسلوب الحياه هو طريقه اكلنا. طريقه اكلنا واحنا بناكل امتى وبناكل ايه، وهل احنا بناكل المناسب لينا اللي احنا بنعجب اللي هو بيعجبنا، ولا بناكل اللي مفيد لصحتنا؟ اللي بيعجبنا طبعا. مفيد صح؟ ايه؟ مفيد ايه؟ فين المفيد؟ انا فين البرجر ده احلى حاجه في الدنيا؟ الصبح صح؟ الصبح مكرونه بشاميل الصبح. لا دي مره جت واكله محشي. عادي يعني. انا ياسمين عادي جايه فطرانه محشي يعني. في حد النهارده كان عندنا محشي ما تاكلش معاهم خالص الصبح. بلاش تتكلم عن موضوع المحشي ده لو سمحت. عشان الحمد لله اني سمعتها. بس احنا بنثبتها على الهوا اللي انت هتجيب لنا محشي ده اثبات اهو، لو ما جاتش هنضحك على الهوا. بس يمكن يا جماعه يمكن اكتر حاجه بنسمعها دايما على موضوع اسلوب الحياه ده، في مثل شهير بيقول ايه؟ كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. انا مبدئيا يعني احنا اعلاميين وكل حاجه، بس في حاجات كده ما ينفعش يبقى فيها حياد. انا شخصيا باكل اللي يعجبني وبلبس اللي يعجبني. انتوا رايكم في الموضوع ده؟ حقيقي بالظبط كده. ده مهم جدا يعني. هو الاهم من ان انا اكل اللي يعجبني، هو احنا في مرحله لازم ناكل الصحي. صحيح. الاهم من انه يعجبني يعني. يعني البرجر اللي ياسمين بتاكله ده هو حلو وجميل وكل حاجه، لكن هو مش هيلثي خالص يعني. لكن البطاطس المحمره دي ولادي عشاق بطاطس محمره، لكن هي غلط انها تبقى بشكل دايم يعني، وخصوصا لو الصبح. ففكره ان احنا ناكل حاجه صحيه ده مهم جدا في المرحله دي كمان يعني. انا قلت لكم هل احنا بقى بناكل حاجه صحيه؟ انا قلت ما تقعدوش جنبها. هي دنيا ممكن تكون عندها طقوس معينه حقيقي دي كل حاجه في كل حاجه بجد، ما شاء الله عليها حريصه في كل حاجه في حياتها يعني. لكن اللي زي حالتنا انا وياسمين، لانه بنضرب اي حاجه مش فارقه معانا. ثلاث ارباع الشعب المصري على فكره مشتركه في اي ياسمين في الدنيا تقريبا. طب استني، بمناسبه اللي كل اللي عجبك والبس اللي يعجب الناس، اللبس بتاع الصبح يا جماعه بتاع الجامعه ده عارفين انتوا اول يوم في الجامعه الكعب.
والله انا مش عايز اتكلم في اللبس لان انا عندي عقده من سواء اول يوم في حصان بيبقى ماشي عارفين انتوا الحصان ده تك 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 اول يوم ده ايه هل كشكل فراغ مش حلو مش انت واحده صاحيه الساعه 8 واحده الصبح. عندها فراغ ايوه واحده صاحيه الساعه 8 الصبح عندك محاضرات رحالي بكعب ليه انا عايزه افهم انت ده السلم بس اللي هيعجب الناس مش هتعجبها ما هو يعني ده مريح يعني انت لابسه الصبح كعب ليه فين كده يمكن اللي ياسمين برضو تقصده انه احنا في الاول وفي الاخر احنا مش بس بنلبس اللي يعجبنا احنا هل اللي بنلبسه عجبنا ده هو مناسب لينا ولا لا بالظبط كده مناسب كمان في الوقت ومناسب للمكان اللي انت رايحه بالظبط يعني انا دلوقتي طالبه جامعيه مناسب ليا أيوة. اروح البس كعب ليه ده غير طبعا وقفه المرايه علشان الفول ميك اب اللي بيبقى حاصل ده موضوع تاني مش عايزه اجيب سيرته بس عشان ما الروج الاحمر ابو وجه ترتر ده جليتر ده فظيعه الله الجامعه الصبح دلوقتي اصلا لا الصبح برضو بس الصبح ده بيبقى ملفت قوي زياده عن اللزوم لا طبعا ما ينفعش مفيش دعوه بتوع الجامعه انت تقعدي جنب اخوكي اللي بتلبسي لبس لا طب يعني هي كده يا كده ما فيش حاجه ما بين البنين لا ما في ميك اب خفيف لطيف كده الصبح مش احمر وبتاع البامبي اللطيف وهنا اخضر ممكن فعلا يبقى في حاجات حلوه كتير ممكن تتعمل بلمسات خفيفه وتبقي برضو حاطه ميك اب جميل هادي بناتي رايحه الجامعه محدش ينتقد شكلك بس احنا في زمن الافوره طب وليه ما نغيرهاش ليه ما نغيرهاش طيب هي يمكن بمناسبه الافاره احنا دايما بنسمع ان كل حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها حقيقي يعني ده برضو لو رجعنا تاني للاكل لان هو فعلا اكتر حاجه فيها اسلوب حياه عند ناس كتير طبعا يا يعني اما حد عنده فوبيا من الرجيم قوي او قصدي فوبيا من انه تخن مثلا شويه او حاجه يلاقي نفسه نص كيلو زياده كيلو. لا انا لازم اعمل رجيم وفي العكس كل ما يتضايق ياكل اكتر لا مش قصدي انت خالص يا زين والله بس الاهم من كده بقى احنا عندنا مثلا ان شاء الله يعني كل سنه واحنا طيبين كلنا يا رب. خلال ايام بسيطه باذن إن شاء الله يبقى شهر رمضان بإذن احنا بنيجي في شهر رمضان ده مع انه شهر صيام لكن اكتر شهر احنا بناكل فيه بشكل ما اظنش اللي احنا بناكل فيه بشكل احنا بنطبخ او بنطبخ بالظبط يعني ممكن يبقى فيه في اسراف شويه يعني وانا بحس ان رمضان بالنسبه لي هو كوبايه الخشاف يعني ما اعرفش يعني دي طقوسي كوبايه الخشاف بالنسبه لي خلاص انا كده شبعت اول ما الاذان يدن واشرب البقين دول وبعد الدعاء اكمل الكوبايه تاني خلاص يا جماعه ما حدش يحطني قدام الاكل بقى وبعدين انا عندي مشكله تانيه بقى ان انا ما بعرفش اكل ما بين الفطار والسحور زي كل الناس يعني في ناس لازم اللي هو ممكن ما تاكلش قوي ساعه الفطار بس تاكل ما بين الاثنين طب الطبيخ بقى يعني تعملي صنف او صنفين ملتزمه كده ولا بتعملي لا ما اعملش صنفين يعني ما اعمل صنفين ليه هو صنف واحد لا يا داليا عايزه انا قلت لكم يا جماعه داليا مش هنا مكانها مش هنا خالص انا صايمه انا لا مش هيكفي مش هنشبع اعمل حاجه ثانيه فبحس ان الاكل كتير بس بنفضل ناكل فيه للسحور بصراحه لا هو انا عشان عارفه بصي كل واحد عارف سيستم بيته ماشي ازاي وانتي اكيد بتبقي عارفه طبيعه ولادك طبيعه جوزك ماشي ازاي ايه اللي هو يعني هيخلصه على الاكل وايه اللي مش هيفرق معاه يعني انتي ممكن تعملي صنفين لسبب ولادك عايزين حاجه وجوزك عايز حاجه تانية فترضي الطرفين خالص لا والله هو العيب فيا انا هو اي حاجه بياكلها بيحب كل حاجه الحمد لله لا لكن انا بقى العيب فيا طول ما انا صايمه انا حاسه اني جعانه فطول ما اعمل احس مش هشبع بس باجي على الفطار بحس ان كذا صنف انا خلاص حرام يعني الصيام يا جماعه ربنا عمل لنا شهر الصيام ده علشان نحس بالمحروم نحس بالفقراء نحس بالغلبان هو برضو يعني غير ده لانه اكيد هو برضو الغني ما هو مفروض عليه الصيام لا هو احنا بنصوم لكن هي فكره ان احنا نحس بالنعمه يعني بنؤدب نفسنا ايوه بنؤدب نفسنا ان احنا نحس بنعمه الاكل ان مش اللي نفسك فيه لازم تعمله مش اللي متعود عليه لازم تعمله لا انت لازم تاخد هدنه مع نفسك كده انه حتى لو هي عايزه دلوقتي انا مش هديك اللي انت عايزاه لا ما هي بتعمل الوليمه اللي بتعملها دي عشان تقتحمها بعد الفطار يعني بصبر نفسي يعني وهي كل ما بتعمل صنف بتحس انها شبعت شويه كل لحد ما المغرب تبدا احنا اكتر والله حد بجد بنحس بالصيام عشان احنا في المطبخ طبعا هما بيجوا ياكلوا على طول احنا كستات انا مش عايزه اتكلم عن اي حاجه ليها علاقه بالستات طيب انا هو قال لك مش هتكلم هو قال لك مش هتكلم عامه والله مش قصدي ان انا اتكلم افتح ستات ورجاله احنا لو دخلنا في اسلوب الحياه من ناحيه الراجل ومن ناحيه الست انا الموضوع هيتغير لا ثانيه واحده بس انت بتصحى تقول صباح الخير
ما بلاش بقى. الاكل يا جماعه. قول صباح الخير. ما بتقولش صباح الخير ليه؟ بنقول والله بنقول يعني اهو يعني هيعمل ايه تاني؟ ما هو انا بغني بصحى الصبح بطبل. انت بتغني لمين؟ انت بتغني لمين؟ بغني طول على فكره. هو مش هيعمل الاثنين برضه، مش هيغني ويصبح. على فكره بس عايزه اقول لك حاجه، ان مش انت بس يعني معظم الرجاله ما بيصحوش يقولوا صباح الخير. يا حبيبي قول صباح الخير يا حبيبي، ما فيهاش حاجه على فكره، مش هتغير مودك يعني. احنا قلنا بقى للستات الرجاله. ما هو قال لك ما بس اسكتي عشان هي خايفه. هي بص هي خايفه، قاعده خايفه. ياسمين بتفهمي قوي. ما بصي بس عامله ازاي؟ خايفه منه جدا. ايوه خايفه منه جدا. لا هو مش هيقدر علينا، ما تقلقيش يعني. احنا ثلاثه. صباح الخير يا جماعه، صباح الخير. هناكل ايه النهارده؟ ما هو ده اللي بيضايقني. هناكل ايه النهارده؟ احنا اللي بنقف نطبخ ونعمل ويقعدوا ياكلوا كده. حتى ما تحب تاكل ايه؟ اي حاجه طبعا. اطبخ انا اي حاجه. ما هو بقى واي حاجه هيقولك بعد لما تطبخي. انا ما كانش نفسي في ده. ايوه انا ما كنتش عايزه. ما كنتش عايزه يعني فرخه كده محمره ولا بتاع. ما هو كده هيسخن عليه. لا 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 مش هسخن ولا حاجه. بسيط جدا، لانه احنا لو دخلنا زي ما قلنا كده في موضوع الراجل والست الموضوع هيفتح مننا بشكل كبير يعني. بس انا الان لو احسن تيجي مكالمه ضدي يعني. لكن بص خلينا متفقين. هي المكالمه هتقابلك في الطريق. احنا دايما الاساس يعني، دايما تلاقي الراجل اللي يقول لك على فكره الملح كان زايد شويه، على فكره كنت محتاجه تزودي الملح اكتر. على فكره كلمه بس اللي هو الاكل حلو بس. مين بقى اللي مين اللي بيقيم ده ومين اللي بيعمل ده؟ هو الراجل. بيتعبوا. فلو اتكلمنا في اسلوب الحياه فانت بتقفي في المطبخ كتير لكن وكل حاجه. لكن انت بس بتشوف ان الاكل ناقص ملح او زايد ملح. لكن انا على فكره عادي. لكن تسلم ايدك دي. في مداخله جت بجد. في مداخله وربنا يستر. هي وعدتنا انها تدخل. يا رب تكون هي. صباح الخير. انا بقول صباح الخير اهو. صباح الخير. صباح الخير. مكالمه جميله جايه لنا من حنان. بقول لك يا انا يا جماعه بصيت ما قصدتش الموضوع. صباح الخير ده. حنان هي وعدتنا. انا بقول صباح الخير اهو. هو بس بيقول صباح الخير بس في البرنامج، لكن غير كده لا. الموضوع بيبقى شكله مختلف تماما. طب يا جماعه انا بقول ان باين تقريبا في مشكله في الاتصال. نقطع. لا لا ما فيش مشكله، احنا سامعينك كويس. لا صباح الخير يا حنان. حامل جدا على الستات يا جماعه. وطبعا انت معاك ثلاث بنوتات امارات. انا عارفه ان هم هياخدوا حق كل البنات يعني. انا مش عايزاهم يسكتوا خالص. تمام. لان هو كان قلقان ان تيجي مكالمه ضده. فالحمد لله انا حبيت ان انا يعني اتحققت لك امنيتك. هي وعدتنا. هي وعدتنا ان هو لو اتكلم هتخش تساعدنا على طول. طيب استاذن انا. خلاص انا مش هطول عليك. لا هو سؤال بس يا حنان، انت عامله له غدا النهارده ولا لا؟ نعم. عامله له غدا النهارده ولا كده؟ هو لحد دلوقتي ما فيش. تقريبا النهارده هيبقى في تيكاوي، هياكل بره بقى ولا الاسبوع الجاي بقى. انا بشكرك جدا يا حنان على المداخله الجميله دي. بشكرك جدا على المداخله. اسمك مش هيتحط على التتر تاني ولا؟ شكرا جدا. لا بجد اتبسطت بالمكالمه. طيب يعني تعالوا نسال بقى سؤال صغير كده قبل ما في شعرايه جميله كده محضرها لكم. بس عايز اسالكم سؤال صغير بقى، بما اننا بنتكلم النهارده عن اسلوب حياه، حد فيكم حابب انه يعيش اسلوب حياه معين؟ سواء بنسمع دايما ان في ناس عندها جدول، بياكل في ميعاد ويفطر في ميعاد ويتعشى في ميعاد ويتغدى في ميعاد وهكذا، حياته كلها عباره عن مواعيد. في حد فيكم في اسلوب حياه معين عاشه قبل كده يحب يكمل بيه، او ما عاشوش لكن شافه ويحب يعمله؟ انا نفسي شفته يعني. شفته في يعني في العيله، في الناس الكبار عموما يعني. ده موجود لحد دلوقتي يعني. يصحى يعني، انا عندي بابا يصحى يعمل التمارين بتاعته. تمام. يصحى يعمل التمارين بتاعته. عنده مواعيد للفطار، مواعيد غدا، مواعيد عشاء. ما بين الاكلات والوجبات ما فيش حاجه اسمها ياخد حاجه كده على الماشي. ما فيش الكلام ده خالص يعني. ولذلك طول عمري شايفه بابا حاجه كده فورم. يعني شفت بابا راجل. راجل. وشفت واخده الاسلوب الحياه من ده. طيب قديمه شويه. قديمه. انا برقت لها على طول بس ما خدتش بالي. قبل ما اروح للياسمنتين معلش، مش هينفع برضه نختم فقرتنا الا لما اخد محمد. في مكالمه من راجل. صباح الفل يا محمد. دخلتولي. طيب صباح النور. ازيك عامل ايه؟ الشاشه بتقول ايوه منورين الشاشه. ربنا يخليك يا رب. انت اللي منور وحقيقي انت منور جدا فعلا. لانه ثلاث بنات في الاستوديو ومكالمه بنت مش عارف. انا حبيت بس يعني اكون في صف الستات شويه. لا 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 ل
رمضان واكل رمضان بيبقوا صايمين وبيعملوا الاكل وبيشموا الريحه صحيح. لازم الاكل يطلع مظبوط، ده ملحه مظبوط وكمان ما بيذوقوش، فبرضه الله يكون في عونهم ربنا معاهم. طبعا. وبالنسبه للرجاله بقى، فالراجل هو اللي بيجيب كل حاجه، هو اللي بيقول ذوقه. لا لا ما تعملش كده قوي، احنا بس بيجيب الاكل طعمه جميل، تسلم ايدك. صحيح صحيح، ما بتتقالش دي، ما بتتقالش يا محمد. لا والله محمد بيقول، والله بيقول ولا لا يا محمد؟ لا بعرف الاكل وحش، لا هو لازم يتقالش، هو لازم برضه، هو لازم ندي برضه الستات حقها، ولازم ندي الراجل حقه. طبعا زي ما انتم بتتعبوا برضه، الراجل بيتعب وبيوفر كل حاجه، وطبعا لازم يرفع من روحه المعنويه. صحيح صحيح، انا بحييك جدا يا محمد على حيادك، لانه نادر لما تلاقي ست محايده، فانا بحييك على حيادك. انت بتقول صباح الخير يا محمد، الراجل دايما حقاني. اه بيقول، اه بيقول محمد بتقول صباح الخير، هي خايفه بتقول، خايفه بتقول، اه بيقول عايزه تروح بتقول، اه بيقول. انا قبل صباح الخير لازم رساله على الواتس كده ترفع من روحها المعنويه عشان تطمن وهي طيبه. الله عليك يا محمد، والله الله عليك، دي رساله لكل الناس. شكرا جدا ليك. ميرسي ذوقك، ميرسي. طيب بصوا، علشان نختم هقول لكم حاجه بسيطه جدا، وبعدها يعني لو حابين تقولوا اي حاجه، علشان احنا كده هناخد وقت طويل. فانا بمناسبه الاكل، لان احنا كمان انا مبسوطه ان الستات انتصرت. اي الستات أيوة لازم تنتصر بس كده خلاص. طيب يعني لما نتكلم في حلقه عن الراجل والست بالتحديد هيبقى فينا هيبقى في كلام تاني. طيب بما ان الاكل طبعا مهم جدا، فانا عايز اقول كده كلمتين صغيرين جدا بقولهم لكل الناس. بقول عشانك يا كرشي ببهدل في قرشي، ودايما في بيتي باربع في بيبسي. عشانك يا كرشي ما بقدرش امشي، وبضرب تملي كنافه نابلسي. يا كرشي العزيز مساءك لذيذ، بتنقط تغيظ ومش لاقي حل، لا نافع رجيم تحب السمين، واكلك عجين بتملاه بخل، تمكرن ترزرز فتفضل تقلبز، مفيش حاجه توعظ ولبسك يضيق، خلاصه الزتونه هتفطر بتونه وتعصر ليمونه وخف الدقيق. صحيح. ما تضربش بيتزا لو الشله عايزه، يا دوب ورك وزه ده اسلم طريق. ده كده يعني بس خلاص كده، ده كده احنا يعني مش عايزين رجيم، ده احنا عايزين نتفجر بالمنظر ده. خليني بس اقول لكم برده يا جماعه، ان الاكل زي ما هو نعمه فهو نقمه، يعني ايه يعني لو زاد عن حد بيبقى نقمه فعلا، لازم نحافظ شويه ونعمل رجيم بعض الاحيان وبس كده. وبس كده. وفي نهايه فقرتنا احنا طلعنا بحاجات كتير، منها ان الاكل نعمه، وان احنا ما نصرفش ولا نبذر فيه، وهنطلع لتقرير فاصل، تقرير صغير فني كله أكل، هنجوعكم معانا شوية ونرجع لكم بفقرة جديدة كلها كلام عن الأكل بس بالعلم، انتظرونا. أهلا بيكم، لسه مكملين فقراتنا معاكم في برنامج استراحة. طبعا النهارده حلقه مميزه وفقره مميزه، زي ما الارض بتحتاج ميه عشان تروي الثمار، احنا كمان كجسم بنحتاج الاكل عشان يتبني كويس، والعقل السليم في الجسم السليم. عشان كده هيكون معانا النهارده فقره مهمه جدا ومفيده. بس قبل اي حاجه حابه ارحب بزميلتي ايمي. صباح الخير، ازيك يا زوز؟ صباح النور يا ايمي، عامله ايه؟ الحمد لله. وكالعاده صباح السعاده عليكم يا ساده، دايما في الفقره الثانيه بنجدد لقائنا مع ضيوفنا، والنهارده معانا دكتور ورده. صباح الخير يا دكتور ورده. صباح النور، اهلا بيكي. صباح الخير يا دكتور ورد، يا ورده، ورده وياسمين النهارده معانا. صباح الخير يا دكتور ورده. صباح الخير يا دكتور ياسمين، النهارده معانا دكتور ياسمين عضو المجلس العلمي للادويه بالقاهره، مشرفينا انت ودكتور ورده النهارده جدا. اهلا بيكي. طيب بما اننا النهارده بقى معانا دكتور ورده، فمحتاجين نعرفها عن قرب، محتاجين بقى نعرف الكيان الكبير ده. تسلميلي. اول حاجه طبعا انا مبسوطه بيكم جدا، ومبسوطه ان انتوا اصلا يعني بدا الاتجاه للحاجات الطبيعيه بالشكل ده، ومبسوطه بالوعي ده بصراحه. انا ورده فتحي ابراهيم، ماجستير حشرات اقتصاديه، تخصص نحل. عاشقه النحل يا دكتور. عاشقه النحل، انا فعلا عاشقه النحل، وباحثه في مجال الطب التكميلي حجامه وسم نحل، وخبيره تجميل طبيعي منتجات النحل طبعا. طب حضرتك يا دكتور بقالك كام سنه في مجال النحل؟ لا انا بقالي يعني انا يجي لي 10 سنين كده يعني، وان شاء الله لغايه اخر عمري بجد.
حابه بس كده اوجه سؤال لدكتور ورد قبلها، اقول ايه قرانيه؟ واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. طبعا حضرتك من عريش ومنورانا النهارده، عايزه بس كده اهم المشكلات الطبيه اللي بيعالجها منتجات النحل. انا اتكلم عن الموضوع ده، النحل ثبت نفسه في يعني في كافة المجالات، في كافة الأمراض، يعني الحمد لله، مش هنقول كافة طبعا، يعني أغلب الأمراض اللي هي بتقابل، سواء هنتكلم عن العسل مثلا، أنا كأم يعني أنا قبل ما أبقى حتى أتجه الاتجاه ده، أنا كان بنتي لما يجيلها احتقان كنت على طول أديها العسل بالليمون، أديها أعشاب بالليمون. استخدمتي يعني اللدغ مع أطفالك؟ لدغ النحل؟ اللدغ لا، أنا استخدمته بس يعني كمادة تجميلية، لكن اللدغ نفسه لا، الحمد لله ما احتجتش لكده يعني. لكن بس استخدمته مع حالات تانية بصراحة، يعني جاب نتائج فعالة ونتائج جميلة قوية. جميلة، نتائج رائعة. يعني لو نتكلم مثلا عن لدغ النحل، لدغ النحل عالج أمراض زي الام اس، يعني ما شاء الله الام اس عامل بدا انتشاره بطريقه، لان طبعا ده جهاز يا جماعه، الام اس الجهاز المناعي بالظبط، هو بيشتغل. ميزه بقى منتجات النحل ان هي بتشتغل على جهاز المناعه، وخصوصا سم النحل. سم النحل بيدخل على جهاز المناعه بيعمل له تظبيط، لا بيقوي طبعا، اذا قوي جهاز المناعه ده هيبدا يهاجم الجسم نفسه. بالظبط. ومن النحل بقى يخليني ارجع اقول لحضرتك، حضرتك النحل اثر فيكي على ايه؟ يعني اثر في دكتور ورده بايه؟ كتير. إذا هتكلم على الجانب الشخصي، أنا شخصيتي تأثرت جدا بالنحل، يعني الالتزام، المثابرة، النظام. إذا هتكلم على الجانب العملي، أنا يعني النحل خلاني أعرف إزاي أضبط أولوياتي، إزاي أتفانى في عملي. إذا على الجانب بقى الطبي، إزاي أنا ما استخدمش كيميكال في أي حاجة مثلا، أو أي عارض مرضي يجي لي أو يجي لأولادي أو للمحاطين بيا. على الجانب التجميلي خلاني أتطرق بقى لاستخدامه فعلا في منتجات التجميل. طب هو في مشاكل بيعالجها النحل؟ يعني بيعالج مشاكل مثلا، اصل انا بحب التجميل قوي وانا تحت امرك طبعا فممكن النحل يعالج مثلا مشاكل البشره بقى، تجاعيد، حبوب. الحبوب دي يعني اغلبنا ممكن يكون بيعالج مشكله الجلد. انت عارفه منتجات النحل من اعظم المنتجات اللي ممكن تعالج الحبوب، وخاصه اي حاجه بيبقى فيها بكتيريا او فطريات، لانه انتي بكتيريال قوي جدا جدا. اذا هنتطرق مثلا لموضوع التجاعيد، موضوع التجاعيد ده يعني منتجات النحل بتخلي شباب دائم فعلا للبشره. خلينا ندخل في تفاصيل شويه. يا ريت. تحت امرك. بصي يا ستي، موضوع التجاعيد منتجات النحل ان هي بتعمل تجديد للبشره، فبتخلي الخلايا بتاعت البشره تتجدد باستمرار، فبالتالي البشره تفضل شباب. وكل ده من ناحيه بالظبط طبيعي، مفيش كيمياء بتدخل للجلد ابدا، بالعكس. كتير الوقت بتجري ورا الحاجات اللي الاسم المشهور بس يديني حاجه وياخد مني حاجات. بالظبط ده للاسف. بس انا مبسوطه جدا جدا يا جماعه ان الناس بقى عندها الوعي ده فعلا. الناس فعلا دلوقتي بقت تلجأ للحاجات الطبيعيه، والخلطات والعطار والحاجات دي فعلا، وتبقى مقدره يعني ايه حاجه طبيعيه. ودي حاجة أنا يعني فعلا، أنا قبل ما بنشر مثلا منتجاتي أنا بنشر الوعي في العلاج بمنتجات النحل ككل، الصحي والتجميلي كمان. عايزين نرجع صح أكتر لثقافة التجميل الطبي اللي قايم على العلاجات الطبيعية تماما. تمام. طيب منتجات حضرتك بقى، ممكن حضرتك تقول لنا ايه الحاجات اللي بتعملها منتجات النحل؟ بصي يا ستي، انا هي صاحبه شركه تجميليه بيس كير، لجمالك من خليه النحل. شعرنا اغسلي وشك وخرجي. بجد بجد منتجات النحل ساحره فعلا، يعني بتخلي انت هتستغني عن كل منتجات التجميل. تمام. والحمد لله يعني انا مستغنيه عنها تماما يعني بفضل الله. انت تسلمي لي. ربنا يحفظك. طب ورينا حضرتك ايه المنتجات. طيب اذا هنبتدي، انا اولا عامله كورس كامل متكامل للبشره.
من اذا هنبدا بسكراب العسل وزيت الترمس، ده اول خطوه ليه يعني في كورس النحل في كورس البشره، ان احنا بننظف بشرتنا اول خطوه، عشان بعد كده اذا هنحط عليها حاجه المسام تكون نطفت والجلد الميت والكلام ده كله. سكراب العسل وزيت الترمس، العسل وما ادراك ما العسل، ترطيب يعني هينظف في نفس الوقت مش هيشقق بشرتنا وهيخلي بشرتنا رطيبه. غير كده زي الزيوت الطبيعيه بعد ما استخدمه بشكل امن يا دكتور يوميا، امن جدا 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 يوميا يوميا. والنتيجه بقى، عشان انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، اكيد بعد كلام حضرتك ده البنات هتتخلى ممكن عن الميك اب شويه، بس اكيد هيتخلوا واحده واحده تمام. ولا هو نتيجته اسرع فبالتالي خلاص بقى نرمي شنطه؟ ده بقى اللي بيميز منتجات النحل، ان هي بتدي نتيجه سريعه ما بتتخيليش النتيجه ديت ازاي. يعني انا نفسي لما يعني توجهت للمجال ده انا كنت عارفه ان هي هتجيب نتيجه حلوه مع الناس، بس بالطريقه دي بجد يعني ما تخيلتش بصراحه. هو احنا معانا مداخله للاسف يا دكتور، يعني الناس كلها يعني اكيد عايزه تستفاد من خبرتك. اكيد طبعا. الو الو، ايوه ازيك يا يارا، ازاي حضرتك؟ تمام. انا بس ممكن دكتوره ورده؟ اه طبعا، اهلا بيكي يا يارا، اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا بس كان عندي استفسار. اتفضلي. انا وشي بيبان عليه تجاعيد الى حد ما شويه. تمام. طبعا حضرتك كنت بتتكلمي عن نضاره البشره والعسل والحاجات دي. أيوة. انا يمكن ما جربتش موضوع العسل خالص على البشره. تمام. جربت بذور الترمس والحاجات دي كلها والمقاط والحاجات دي، بس يعني يمكن ما جابتش نتيجه الى حد ما. فهل ممكن العسل يفيدني في حاجه زي دي؟ بصي يا ستي، من يعني خسرتي كتير ان انت ما جربتيش حاجات النحل بجد. حاجات النحل بتدي نضاره، ميزتها بقى ان هي مضاد للاكسده قوي جدا. يعني ايه اكسده؟ عايزه اقول لك الاكسده دي بتخلي الجلد نفسه، الخلايا بتاعه الجلد تتلف، فهو بيحافظ على الخلايا من التلف، فده بيخلي الشباب الدائم بجد مع منتجات النحل للبشره. إيه؟ بيحفز انتاج الكولاجين، فبالتالي التجاعيد والكلام ده كله يعني. وبعدين كله طبيعي. بالظبط بالظبط. يعني بصي، اسوأ احتمال انه اذا ما نفعنيش مش هيضر، مش هيضر، مش هيضر. بالظبط. تمام. انا ممكن اتواصل مع حضرتك يعني بعد الحلقه واشوف المنتجات؟ تحت امرك طبعا، تحت امرك. وعايزه اشكر دكتوره ياسمين، يعني بتبقى موجوده كل حلقه بستفاد منها كتير قوي. ميرسي حبيبتي، شكرا. انا قلت لك المداخله دي هتيجي كلنا بنستفاد منها. ميرسي يا يارا، ودايما كده معانا منوره. ميرسي يا دكتور، ميرسي يا يارا. تسلمي، ميرسي. طب يا دكتور، تحبي بقى تنصحي من المنتجات دي كبدايه؟ خلينا انا كنت حابه بس ان احنا نتكلم عن كورس ال يعني هو نشوف انت ممكن تنصحيهم بايه لو هيبتدوا بقى يتخلوا عن الميك اب بقى ويستخدموا منتجات خطوه خطوه. ان شاء الله هيتخلوا. ان شاء الله. بصي يا ستي، الكورس قلنا هنبدا بتنظيف بشرتنا. عامله سكراب العسل وزيت الترمس، رائع رائع بجد، بيدي نضاره ونور. وغير كده الزيوت كمان اللي محطوط عليه، وزيوت زي زيت الترمس وزيت الليمون، بفتح البشره بطريقه رائعه. بالظبط. ايوه بالظبط، يعني حتى ريحته طبيعيه وجميله، وفيتامين سي طبعا. ملمسه عايزه اقول لك لوشن مش كريم بس، يعني بيدي ترطيب. يعني مش محتاج ان احنا نغسل بعد كده وشنا او حاجه؟ لا، احنا لازم نغسل وشنا بس. تمام. مش هنحتاج ان احنا نرطب بعده. تمام. اللي هو غني بالترطيب، غني شامل. فعلا بالترطيب. تمام. وبيدي مرونه للجلد، غير بقى تنظيف الجلد. تاني منتج معانا تغذيه مضاعفه بالفيتامينز والمعادن للبشره اللي احنا بنفقدها بقى من الشمس. بالظبط. طبيعه الاكل بصراحه. في شكل سيروم ولا في شكل كريم؟ لا، في شكل كريم، بس كريم خفيف جدا. يعني سهل الامتصاص. ما هي سهل الامتصاص جدا. بالظبط. وكمان انا دايما بقول، يعني لما اجي اتكلم مع المراه عموما بقول لها انت اكتر واحده درايه ببشرتك. تمام. هحط طبقه تخينه من الكريم، هحط طبقه صغنونه وافردها، بشرتي هتحتاج ايه؟ كل واحده عارفه بشرتها بتحتاج ايه. بالظبط. احساسك ببشرتك لازم يا جماعه يبقى عندنا سنس عالي ببشرتنا وبصحتنا. صح. تمام. دايما هنجمل بره نجمل جوه ونهتم. بالظبط. بقى قليل فعلا، يعني طريقه اكلنا فعلا ما بقتش صحيه قوي اغلب الناس، ده للاسف. كده محتاجين بقى الحاجات دي اللي يعوض. الكريم حبيبات اللقاح والجليسرين، ده غني بحبيبات اللقاح اللي هي مالتي فيتامينز اصلا للبشره. طبعا انا هختصر عشان وقت البرنامج. لا لا لا، حضرتك المكالمات ما شاء الله. ثالث خطوه كريم الترطيب الفائق، ده بيعوض الفاقد من الرطوبه
اللي بشرتنا محتاجاه. طبعا احنا مع تقدم استفيد بيه يا دكتور عن الكريم الليلي. لا ايه ده ترطيب الكريم الليلي بيبقى اكتر انه بيعمل تجديد للخلايا بالظبط. وده انا فعلا عاملاه ومستعينه كمان بغذاء ملكات النحل. تمام. كريم الترطيب الفائق ده نهاري امتصاصه عالي وفي الشتاء بس يعني هو ايه عارفه بيدخل جوه الخلايا مش تجديد بيحافظ على الرطوبه بتاعتها وبيعوض الفاقد من الرطوبه عشان الخليه نفسها ما تكرمش. اتفضلي. والله انا حابه اسمعك قوي بس الناس يعني بتتهفت على حضرتك. معانا مروه. ازيك يا مروه؟ الو كده حتى الاطفال كمان. عسل بقى عسل ونحل والموضوع جذاب النهارده. ازيك يا مروه؟ معاكي دكتور ورده. لو سمحتي كنت عايزه اسال الدكتور هل الهالات السوداء ممكن عسل النحل يفيدها؟ إيه عايزه اقول لك الحمد لله وده يعني فعلا استخدمته وجاب نتائج جميله جدا جدا. العسل وكمان حبوب اللقاح ليه؟ اوقات الهالات بتبقى سببها يعني سوء تغذيه او نقص فيتامينز ومعادن. فانا بصراحه بستخدم بروتوكول كده علاجي منتجات النحل في ان احنا بنعالج من جوه وبنعالج من بره. الهالات ممكن يكون مسبب ليها سوء تغذية أو أنيميا وممكن يكون مسبب ليها عدد غلط القولون يا جماعة. القولون تمام. فأنا لما أجي أتعامل مع الهالات أولا يعني بحب دايما أتكلم مع الناس وأعرف المشكلة اللي عندها إيه. فبنبدأ لو في أنيميا بندي تركيبة من الغذاء الملكي والعسل وحبوب اللقاح لتعالج الانيميا دي. يعني افهم من كده يا دكتور ان انت بتدي جرعات علاجيه بشكل مكثف؟ خلينا نقول تغذيه. خلينا نقول تغذيه يعني طبعا بعد يعني انا عايزه بس اسلط الضوء على حته بعد الاستعانه بالطبيب. انا دايما بقول يا جماعه انا مش طبيبه، انت هتشخصي حالتك عند الطبيب طبعا واحنا ممكن نساعد يعني لا يغنينا ابدا عن الطبيب. ما هو الدكتور حضرتك بقى الطب التكميلي ان احنا بنكمل دورنا بنكمل بقى. برافو عليكي. فيعني لسه في منتجات كده. خليني اكمل بس سؤال مروه. الجانب الثاني بقى بنستخدم السيرم حوالين العين بالهيرلونيك اسيد وزيت القهوه الرائع للهالات والانتفاخات. انت عامله هيلورونيك اسيد مع زيت قهوه؟ ايوه ومع فيتامين سي كبيره قوي. دي اخر صيحه. الهيلورونيك اسيد بكل جزء منه بيختلط ب 100 جزء ميه، فمعناه ان طول الوقت جسم بشرتي طريه ورطبه وغير قابله للتجاعيد بقى. تجاعيد خطوط دقيقه وما شاء الله سريعه. ما هو هيلورونيك اسيد يعني ده وهم بقى، ده كده سحر. ده معلم لوحده. ده القهوه تقريبا زيت القهوه. زيت القهوه بالظبط. طيب نكمل الكلام عن المنتجات. هتبقى بعد كده الكورس الليلي بتاعنا اللي هو السيرم اللي احنا قلنا عليه حوالين العين. طبعا بنحط السيرم نعمل طبطبه طبعا ايوه عشان نشط التدفق الدم في المنطقه دي. كمان معانا كريم الغذاء الملكي للبشره بقى ككل. بيعمل تجديد الخلايا بتاعت البشره، بيحفز انتاج الكولاجين، بيشد البشره بطريقه رائعه. يعني عايزه اقول لك كمان مستخدمه معاه زيت وخلاصه لبان الذكر الرائع. انا اعرف ان لبان الذكر يعني بيخليكي تتلاشي التجاعيد صح كده؟ بالظبط. بيشد البشره بيعمل تجديد. لا رائع بجد. على فكره هو كمان ميزه لبان الذكر ان هو وانس ان انت حطيتيه بتلاقي الافكت بتاعه بتحسيه فورا. وغذاء الملكي كذلك بالظبط. ده فعلا. اخر حاجه بقى اللي هو الديودرنت. الديودرنت بتاعي عايزه اقول لك احنا الماده الفعاله فيه البروبليس. البروبليس دي ماده انتي بكتيريال قويه جدا. النحل يعني بيجمعها من الاشجار بعدين بيضيف عليها السر الالهي سبحان الله. بعدين دي الماده الفعاله بتقضي على البكتيريا او الفطريات المسببه لريحه العرق. وطبعا عليه زيوت تانية. بستغنى طبعا عن اي كيميكالز تانية بستخدم الديودرنت. بالظبط. طب ودي حاجه بتهمني ويا جماعه طبعا هو ما فيهوش المونيوم هيدروكسيد اللي هو بيسبب الكانسرز والبريست كانسرز. كل الستات دلوقتي بنشتكي منها بنحافظ على نفسنا منها من عمر صغير. بالظبط. بسال بقى سؤال كاني واحده لسه هستخدمه. الاستمراريه بيقعد قد ايه؟ والله بصي الكلمه دي والسؤال ده بيجي لي كتير يا جماعه. كل كيس غير الثانيه. يعني انت ممكن استجابتك تكون سريعه، حاله ثانيه يبقى استجابتها شويه، ممكن حاله في يعني
نادرا ما تستجبش خالص يعني. احنا خلينا نبقى واضحين وسرعه يعني. انا بحب دايما ما بعش وهم، لا في حالات بتستجيب بسرعه فائقه والحمد لله دي اغلب الحالات. تمام يعني مفعول وسريع. ايوه مفعول وسريع. في بقى يعني الاطفال لو استخدموا المنتجات دي مثلا آمن تماماً. آمن تماماً لأن كلها حاجات طبيعية. بس أنا عايزة أقول برضو حتى أن دايماً أي منتج نستخدمه سواء منتجات النحل سواء منتجات من الصيدلية سواء خلطة عملتيها في البيت لازم نعمل تيست على بشرتنا. تمام عشان طبعاً في بعض الناس بيبقى ليها مكون من مكونات أي خلطة ممكن تعملها حساسية، فإحنا لازم نتفادى ده ونبقى عندنا وعي بالموضوع. تستحملوش ليمون زيت أو ليمون كخلطة بالضبط. الليمون هو يعني هو منتج طبيعي بالضبط. أفهم من كده دكتور وردة إنه إحنا بنتكلم في أقل حاجة، مش هنقول زيرو أو مينيمايز خالص الحساسية ومينيمايز خالص السايد إفكتس، ما عنديش أثر جانبية. النقطة اللي حابة أسأل عنها، اقدر استخدمه لفترات طويله واستغنى بيه عن حاجات تانية؟ اتفقنا انه تمام. طيب هل في مده صلاحيه للمنتجات دي بتفضلي تحطيها؟ احنا عارفين طبعا ان الفراعنه من زمان كانوا بيحفظوا اصلا المومياات بالعسل، فطبعا اكيد يعني دي حاجه بتفيد بقى لان البنات بيشتروا حاجات كتير فما بيبقوش عايزين الحاجه اكسباير بسرعه. الاكسباير ديت بقى سؤال جميل. بصي يا ستي، اولا فعلا منتجات النحل انتي بكتيريال قوي جدا، بتحافظ على نفسها بنفسها بس ما تختلطش بميه عشان ما يحصلش مثلا العسل يحصل له تخمر او الكلام ده كله. وتبعد طبعا عن درجات الحراره العاليه. تمام. في منتجات بتبقى شويه يعني الاكسبار بتاعها طويل عن منتجات تانية، فطبعا لازم نحافظ عليها في بعيد عن الحراره وبعيد عن الرطوبه. تمام طب بالنسبه للشعر بقى، ممكن يعني انت عارفه طبعا مشاكل الشعر اللي فاتت دي بقى اكتر الناس بتيجي لي طلبات تسال عن المواضيع دي بالظبط. فانا محتاجه بقى اعرف من دكتور ورده ايه ممكن بالعسل نعمله للشعر، ومن دكتور ياسمين ممكن ايه الاكل اللي يساعدنا شويه في ان الشعر صحته تبقى احسن. انت على فكره تطرقتي للموضوع الاساسيين اللي احنا فعلا للاكل. طيب. لان مشكله الشعر بتبقى فعلا اكله دي طبعا دكتور ياسمين هتفيدنا بيها. طيب ممكن حاجات تساعدنا يعني هو نتفادى يعني شويه هو زرعه ولازم نهتم بيه عشان نشوفها. طبعا احنا اتفقنا ان شعر المراه هو تاج المراه. أكيد. تمام اكيد. طيب في نصيحه اقولها لكل بنت، انه انت بتاكلي ايه هينعكس على شعرك وبشرتك. قبل ما الجا للطبيب لو في حاله مرضيه تساقط مرضي بشكل هستيري، احنا مسموح لنا لحد من 100 ل 150 شعرايه في اليوم تقع من شعرنا. طيب حصل فجاه جفاف شديد، تقصف شديد، تساقط شديد، بلجا للطبيب. غير كده انصح كل البنات طبعا ان هم ياخدوا فيتامينز مناسب ليهم، فيتامينز بسيطه، ويلجاوا بقى للحاجات الطبيعيه. الفاكهه، الخضار، طبق السلطه، نبعد الفاست فودز بقى البنات الحلوين اللي على طول البرجرز والسوسيس والكلام دي مش هقول ما ناكلش بس مره في الاسبوع او مرتين ماكسيمم. بعد كده مامي بقى عامله في البيت غدا بسله ولا عامله جزر ولا ناكل يا جماعه اكل البيت، نرجع ناكل هتلاقي شعرك بقى زي الفل. تمام. وطبعا في نصيحه بحب اقولها يعني وعايزه اسال ورده عنها، انه انا معلقه عسل مع معلقه الشامبو بغسل بيها شعري انا بتدي نتيجه هايله. ايه رايك؟ ده فعلا العسل طبعا بيرطب الشعر. يعني ايه ترطيب؟ يعني ما فيش تقصف، يعني بيدي مرونه للشعرايه، الشعرايه بتبقى فيها حيويه. العسل بس مش بس ترطيب، العسل كمان غني جدا بالمعادن، غني جدا بالعناصر الغذائيه المفيده، طبعا بروتينات في التساقط جدا جدا جدا. يعني انا فعلا يعني زي ما قالت الدكتور ياسمين، انا لما باجي حد بيقول لي تساقط اقول له اسلي الهيموجلوبين بتاعك ايه، شوف لي اعمل لي تحليل لو موضوع انيميا. انا بدي فعلا تركيبه طبعا غنيه جدا بالفيتامينز والمعادن وجرعه حديد كده في الدم من العسل طبعا وحبوب اللقاح والحاجات دي، وكمان بدي بقى كورس للشعر برضو عباره عن شامبو طبيعي، كمان حمام كريم غني بحبوبات اللقاح المغذيه جدا للشعر، كمان يعني كلها برودكتس ومنتجات طبيعيه بالظبط، كلها منتجات طبيعيه ومن خليه النحل. يعني دي حاجه بصراحه. كورس الشعر بيقعد قد ايه؟ كورس الشعر
كورس الشعر لا بيقعد يعني حسب طبعا طول الشعر وحسب انت قصدك النتائج بتطلع أو والله الحمد لله الحمد لله يعني اغلب الناس بتصل يعني نتائج عندك ده شرف ليا طبعا كل البنات دلوقتي حضرتك وانت بتعرضي المنتجات اتكلمتي عن منتجات غذائيه الملكات عايزه بقى افهم غذائي الملكات بيفيد في ايه داخليا وخارجيا للبشره ولينا. بصي ايه غذائي الملكات يعني لو هنتكلم عن الامراض اللي بيعالجها او اول مشكله علاج داخل يعني مش هنقول علاج كامل يعني بس جاب نتائج رائعه في علاج العقم وتنشيط التبويض عند النساء والرجال تنشيط كمان القدرة عند الرجال والنساء طبعا حلم الأمومة ده يعني في ناس فعلا ده حبل النجاة وطوق النجاة بجد ليهم وعايزة برضو يعني أستغل اللقاء الجميل ده والحجامة يا جماعة الحجامة أو الحجامة زي ما قلت سنة على رسول بالظبط سنة على رسول ومع منتجات العسل سحر ليه خصوصا تاخر الحمل ومشاكل الحمل والكلام ده كمان يعني طبعا الغذاء الملكي مضاد بكتيري قوي فاذا هنتكلم بقى عن الامراض اللي هيعالجها جوه مش يعني امراض كتير بس اخر سؤال بقى يهمني ان انا اسال الدكتوره ورده قبل بقى ما اخلص كلامها اتفضلي انا عايزه اقول لكم طبعا ان والله الوقت معاكم بيبقى حلو جدا ويعدي بسرعه اكتر بس عايزه اقول ان فعلا عايزه اقول فعلا ان الصحه مهمه جدا فمعاكي سؤال يا دكتور ياسمين انا بس محتاجاها من كتر المداخلات والمكالمات والاسئله انا محتاجه عروض للمشاهدين بتوع الصحه والجمال بالنسبه للبرودكتس بتاعتك يا دكتور بصي بما اننا انا طبعا يعني مشاهدينكم ومشاهدينا ان شاء الله هيبقى ليهم عروض حلوه وخصوصا ان احنا داخلين اصلا على يوم الام بالظبط فانا عامله عرض على كورس البشره يعني ودي اجمل حاجه اظن اي حد يهادي فيها والدته كبار السن اكيد بالزبط. يا جماعه يعني عايزه اقول لك طبعا تجاعيد والكلام كل ده كل بنوته تجيب لمامتها بقى الكورس لو سمحت انا عامله خصم 20% على الكورس وكمان كورس الشعر برضو يعني هيبقى عليه نفس الخصم ان شاء الله ميرسي ليكي يا دكتور ورده ونورتينا وسعدنا بيكي وسعدنا باللقاء انا فعلا سعدت بيكي وكان لقاء جميل وشرفت بيكوا فعلا والله احنا شرفنا بيكوا جدا دكتور ياسمين ودكتور ورده عايزه اقول ان زي ما الصحه ثروه الانسان العاقل فطبعا حافظ على صحتك لان هي الوساده الناعمه اللي هتستند عليها وقت ايام الشيخوخه طبعا مبسوطه معاكم جدا وكان وقت لطيف قوي ومعاكي بقى يا ام الدنيا بشكرك يا سمر بشكرك يا دكتور ياسمين بشكرك يا دكتور ورده وان شاء الله باذن الله حلقات جديده كتيره ما بيننا ان شاء الله باذن الله وزي ما اتعودنا من دلوقتي للحلقه الجايه هناخد بريك ونفصل شويه